خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الاحتفال بمولد النبي الكريم يستدعي كل معاني الرحمة في ديننا الحنيف، ويذكرنا بأن شريعة الإسلام السمحة قامت على البناء إلى الهدم. كما أكد الرئيس السيسي أن الاستعلاء بممارسة قيم الحرية تصبح ضربا من التطرف عندما تمس هذه الممارسة حقوق الآخرين. من جانبه أعلن فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إطلاق منصة عالمية بلغات عدة للتعريف بالرسول الكريم، وقرر تخصيص مسابقة علمية عالمية عن أخلاقه وإسهاماته التاريخية الكبرى في مسيرة الحب والخير والسلام. إذا كنت بتحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم صحيح، فتأدب بأدبه. رسالة من مهد الأديان والحضارات مصر إلى العالم كله، وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذكرى ميلاد رسول الرحمة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم. الرئيس طالب أيضا العالم ألا يحمل المسلمين أوزار ومفاسد وشرور فئة قليلة انحرفت، موضحا أن التطرف لا يمكن قصره على دين بعينه. ستظل قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين من أولويات المرحلة الراهنة في مواجهة أهل الشر الذين يحرفون معاني النصوص ويخرجونها من سياقها ويفسرونها وفق أهدافهم أو يعتمدون على تفسيرات خاطئة لها، مما يتطلب الاستمرار في المهمة والمسؤولية الثقيلة التي يقوم بها علماء الدين لتصحيح المفاهيم الخاطئة وتصويبها لنحمي المجتمع والدولة من مخططات التخريب. وكشف الرئيس أعمال التطرف التي تتم تحت ستار الدين والدين منها براء، مؤكدا رفضه القاطع لأي أعمال عنف وإرهاب تصدر من أي طرف تحت شعار الدين، ورفضه للإساءة للأنبياء والرسل بما يؤذي مشاعر المسلمين ويذكي الفتنة. إن الإساءة للأنبياء والرسل هو استهانة بقيم دينية رفيعة، جرح مشاعر الملايين، حتى لو كان الصورة المقدمة هي صورة التطرف. يا ترى في المليار ونص أو أكتر من المسلمين تفتكروا كام في المية منهم متطرفين؟ 1%؟ 1% من 1,515 مليون. تستطيع أن تتصوروا لو في 15 مليون إرهابي في العالم بالأفكار دي يعملوا فيه؟ العدد مش كده خالص. وخلال الاحتفال كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من علماء الدين لجهودهم في تنوير الفكر وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام والمسلمين. وفي كلمته أدان شيخ الأزهر الشريف الإساءة للإسلام والمسلمين، ودعا المجتمع الدولي إلى سن تشريع عالمي يجرم هذا. وفي رد عملي على الإساءة للنبي أطلق الأزهر الشريف منصة للتعريف بالنبي محمد وإسهاماته في مسيرة الحب والخير والسلام. يشرفني غاية الشرف أن أعلن عن إطلاق الأزهر الشريف منصة عالمية للتعريف بنبي الرحمة ورسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم، يقوم على تشغيلها مرصد الأزهر لمكافحة التطرف وبالعديد من لغات العالم، وكذلك تخصيص مسابقة علمية عالمية عن أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. ومن جانبه قدم وزير الأوقاف الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للتميز العلمي بين الأئمة والوعاظ، تشجيعا لهم للحصول على درجات علمية توسع مداركهم الفكرية. أعلننا في وزارة الأوقاف عن توفير 1000 منحة ماجستير مجانية
تمول من الموارد الذاتية للوزارة للجادين من العاملين بالأوقاف في مواصلة البحث العلمي. وأعلنا عام 2021 بوزارة الأوقاف المصرية عاما للتثقيف والوعي، إيمانا منا بأهمية قضية الوعي التي تعني الإدراك والفهم للصورة الكلية ومفرداتها الجزئية. احتفال المولد النبوي هذا العام حمل رسائل هامة من مصر قيادة وشعبا تدعو العالم إلى نبذ التطرف والعنف وعدم استغلال الحريات وتحويلها إلى فوضى تبيح التخريب والتدمير وأداة لتحقيق مآرب شخصية، لتظل مصر كعهدها دائما مهدا لنشر التسامح والسلام. محمد شلآمي، التلفزيون المصري.